أفاد مراسل حلب اليوم في إدلب باستشهاد وإصابة عشرات المدنيين اليوم الثلاثاء جراء غارات من الطيران الحربي استهدفت سوقا شعبيا في مدينة معرة النعمان وكفرنبل بريف إدلب، ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة لحقت بالمنطقة. الله يعافيك، أهلا وسهلا دكتور. تحكينا عن الإحصائي الأولي لحد الآن جراء المجزرة اللي حصلت في معرة النعمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن الطيران الحربي النصيري يرتكب المجزرة الثانية هذا اليوم في معرة النعمان في الحي الغربي. المجزرة الأولى في سوق الخضار وكان ضحيتها أكثر من 30 شهيدا. أغلب الإصابة الشهداء كانوا من الأطفال لأنه هذا سوق شعبي، كل الناس تيجي على السوق حتى تشتري أغراضها، وأحيانا في الأمهات بيصطحبوا أطفالهم معهم تكون نازلين على السوق. مجزرة كبيرة وما نتمنى من الله إلا أن يخلصنا من هذا النظام. مفاوضات جارية هني عم يتفاوضوا سياسيا هنيك وهو عم يضربنا هون. شو هالمفاوضات هاي اللي عم تصير مع ما نعرف؟ عدد الإصابات حتى اللحظة أكثر من 150 إصابة أسعفت إلى مشفى لعنا، طبعا في عنا مشفى الثاني ومشفى السلام أيضا كان في إصابات وفي شهداء عندهم. وضع الإصابات أغلبيتها إصابات حرجية. ولمزيد من التفاصيل أعزائي المشاهدين معنا عبر سكايب مراسل حلب اليوم في إدلب إبراهيم السويد. أهلا بك إبراهيم، بداية لو تضعنا في تفاصيل المجازر التي استهدفت الريف الإدلبي اليوم وما هي الحصيلة النهائية للشهداء؟ نعم أخي أحمد، اليوم شهد الريف الإدلبي يوما داميا وخصوصا الأسواق الشعبية. اليوم تصدر المشهد مدينة كفرنبل ومدينة معرة النعمان بريف إدلب الجنوبي، أكثر من 50 شهيد حتى الآن. استهدفت طائرة حربية لقوات الأسد سوقا شعبيا في مدينة كفرنبل بالريف الجنوبي أثناء اكتظاظ السوق بالباعة والمدنيين، أدى لسقوط العشرات من المدنيين بين شهيد وجريح. تم توثيق 10 شهداء في مدينة كفرنبل وأكثر من 60 جريح. بعد ذلك ارتكبت طائرات مجزرة مروعة أيضا في سوق الشعبي في سوق الخضرة تحديدا في مدينة معرة النعمان، راحت ضحيتها أكثر من 40 شهيد وعشرات الجرحى. المعروف في هذا السوق في معرة النعمان أنه مكتظ بالمدنيين في أوقات الصباح حيث حدثت الغارة. كما قصفت الطائرات أطلن الحربي بلدة سفوهن والفطيري، وشن الطيران الحربي عدة غارات جوية على مدينة جسر الشغور، وأرقت أيضا براميل متفجرة على مدينة سراقب وقرية كفر وعيد في الريف الجنوبي. تحديدا هذا ما حدث بالقصف في الريف الإدلبي تحديدا اليوم. هناك أكثر من 50 شهيد. نعم إبراهيم، ماذا عن الوضع الإنساني في معرة النعمان وكفرنبل خاصة في ظل هذا العدد الكبير من الشهداء والجرحى؟ نعم، بالنسبة للوضع الميداني، إذا تحدثنا اليوم عن الوضع الميداني، أغلقت جميع الأسواق في محافظة إدلب وخصوصا في الريف الجنوبي، المناطق وخصوصا في المناطق المستهدفة خوفا من تكرار القصف. حتى الآن ما يزال هناك طلعات جوية وأصوات الطائرات تسمع في المكان المناطق التي تم استهدافها. أغلقت جميع المحال التجارية وفضت الأسواق. بالنسبة للمشافي الميدانية، اليوم شهدت المشافي الميدانية عددا كبيرا من الجرحى لم تستوعب هذا العدد، فتم إرسال يعني معظم الجرحى إلى المشافي الحدودية وإلى سراقب وغيرها من المدن، لأن المشافي الميدانية تحديدا في هذه المنطقة لم تعد تستوعب هذا العدد الهائل. وملاحظة يعني أخيرة بالنسبة للجرحى، هناك عدد كبير من الجرحى، معظم هذه الجرحى بترت أعضاؤهم، وهناك يعني مرجح هذا العدد 50 شهيد بازدياد في الساعات القريبة. شكرا جزيلا لك إبراهيم السويد مراسل حلب اليوم، كنت معنا من إدلب.